السلام عليكم الاخوه الاخوات، مرحبا بكم في هذا الفلوج ديال الدالة والدروج. الدروج والدالة، الدالة غادي ناخذوها، نحاولوا ناخذوها بوحدها، ممكن دابا على الدروج. الدروج تراسل لكم واحد بتي موديل هنايا، دابا نخرج لكم شي واحد في سميتو عليه تراسلته غير هكا عشوائي بيديا بسرعه، لانه بالنسبه للدروج اهم اشياء هما هاد الطبرات هادو باش تعود تسرح فيهم في حاله ما قدرش سميتو البناي يديرهم لكم، هو انه يحاول على الاقل يقسمهم هي على جوج بحال هكا، فهمتيني، يدير لكم هير دوك اللي تنتموا نص فرماجه باش نتوما بالنسبه لا موزيك يجيكم شويه ساهلين. هذا بالنسبه للدروج، الدروج راه اختصاص ديال المعلم، ما عندك انت فيهم دخل، غير هو خاصك تكون انت تجمع دوك الطريفات اللي فيهم مترو مترو 20، دوك الطريفات اللي فيهم مترو مترو 20 و 80 و 70 ديال الفيرون ديال 12 وديال الفيرون ديال 10، هاد جوج انواع ديال الحديد تيدخلوا في الدروج، تيدخلوا هنايا في الطرف، يعني كاع الشوت اللي عندك خصك تجمعو ويدخلوا لك في الدروج باش تقتصد، لان الا مشى تدخل لك البرا راه باغي يخرج عليك، لان غادي يطلع لك القضيه شويه قاطعه، يعني هذا حول ما امكن انه داكشي ديال الامور ديال الشوت وداكشي يدخل لك في الدروج. هذا بالنسبه لا سميتو هما اختصاص ديال المعلم، دائما انت فاش غادي توقف تحاول تطلع فيهم بثلاثه، وحاول ما يديرهمش لك مثلا صف واحد، كاين دابا تيديرهم لي طالعين بحال هكا قاصحين في الطلوع، فهمتيني، تيديروا لي مثلا ديك 45 دوغري ولا شي حاجه، لا بزاف بزاف 45 دوغري، هي خاصها تكون واحد 30 دوغري، يعني 30 حتى 35 دوغري، الى دار 35 دوغري، هما كل ما كانوا حاضرين هابطين واحد شي شويه كل ما مزيان، باش نكونوا فاهمين، كل ما كانوا حاضرين هابطين مزيان كل ما تتكون القضيه مزيان. هادشي باش نديرو هنايا 30 في العفطه، تنديرو 30 وهنايا تنديرو ديك 19 حتى 20، بين 20 و 19 سنتيم في الطلعة، هادشي باش دائما تكون عندنا لانكلينيزون شويه انكليني بليز انكليني، واش فهمنا، يعني فاش نديرو الا شدينا مثلا واحد الدرجه غادي نلقاو هنايا 30 سنتيم في العفطه، 28 بين 28 و 30، وفي العلو ديال الدرجه تتكون بين 19 و 20، اذا لانكلينيزون شتوها كيفاش تتكون، تتكون قل من 45 انفيريور ا 45، غادي تكون غالبا يا اما 40 يا اما 35 يا اما 30، وهي كل ما كانت حاضره كل ما مزيان. هادشي بالنسبه للدروج، اي باش يكونوا الناس عارفين راه هادو هما المعايير ديال الدروج في سميتو، باش تعرفوا لانكلينيزون ديال كل درجه، لان باش تكون 45 خاص تكون 19 على 19، وهادي راه ما يمكنش يديرها لك البنا، يدير لك 19 في العفطه ولا يدير لك 20 على 20، الا دار لك 20 على 20 غادي يخرج لك على العفطه، ما يمكنش. يعني هادشي بالنسبه ل سميتو للدروج، الدروج كيف قلت لكم خصك فاش تطلع ما تقيسش شي حاجه براسك تكون عاليه، ما تقيسش شي حاجه براسك، عندك طبوق لما تتم طالع الا بانت لك شي حاجه مثلا ممكن تقيسك راسك ولا شي حاجه ما تقبلهمش ليه. الدروج هو المعلم عارف هادشي، هو عارف هادشي، ما يمكنش، ما عدا انت بزتي عليه قلتي لي بغيت نديرها فشي قنت مثلا كنتي تخدم عشوائي ولا شي حاجه، ديك الساعه في عاد ممكن يقدر يخدم لك شي خدمه ماشي هي هذيك، ما هو نورمالمون الا عنده البلان وخدام بالبلان وباسميتو عليه راه تيدير لك داكشي اللي خصو يدار، عارف بان الدروج خصهم ما يكونوش قاصحين وتكون الدوره زوينه وتكون سميتو عليه تكون قل من 40، وتكون العفطه تقريبا 30 30 20 او 28 19، هذا هو العبار الحساب تقريبا اون جينيرال اللي كيدير. كاين اللي تيدير كاع 25 غادي تقدر تعطيك ديك 40 ولا 38 في لانكلينيزون، كاين اللي تيدير ديك 25 19، ولاني ما عمرو غادي يهبط على 25 باش تكونوا فاهمين. هادشي شكون تيحددوا لينا، تيحددوا لينا داك لاكاج ديسكالي، داك اللي عندك نتايا، داك القفز ديال ليسكالي اللي عندك شحال درتي فيه، شحال تقريبا عطاك فيه المهندس. الا كان كل ما كان كبير كل ما سميتو المعلم عنده فين يلعب، كل ما كان صغير كل ما تيحاول ما امكن انه يقج لك الدوره مثلا، يكثر لك من هاد الفرماجات هادو، هاد الفرماجات هادو ديال سميتو عليه، في حاله ما كان هاد القفز ديال الدروج صغير تيبدا يكثر لك هاد الدرجات هادو، تيقدر يدير لك هنايا ثلاثه الفرماجات عاود يدير لك هنا ثلاثه الفرماجات باش يوصل لهنايا. المهم الدروج ما غادي نضركمش في راسكم، انا تنطراسي الدروج، انا ما عنديش مشكل في الدروج اختصاصي فيهم، ما عنديش انا مشكل في الدروج، غير هو ما بغيتش نضركم في راسكم، لانه في حاله ما مشيت دخلت معكم في هاد لي ديتاي غادي نضركم. هادشي خليوه للمعلم، نتوما اللي عليكم هو انه الانسان يشوف هادوك الدروج واش مزيانين في الطلعه، واش مزيانين
واش المنظر ديالو مزيان، واش ما كتقيسش حاجه براسك. هذا هما الامور ديال الدروج، ما خصهمش يكونوا قاصحين. مثلا يدير لك شي دروج اللي هما يقتلوك في الطلوع. واحد القضيه اخرى اللي سولني عليها واحد الاخ، قال لك اودي شنو الفرق بين السيمه، بين السيمه ديال 35 والسيمه ديال 45. المهم بالنسبه لك انت الفرق بعدا في الثمن، راه كاين واحد 5 دراهم في الثمن الفرق، ولان راه كل حاجه والخدمه ديالها. السيمه ديال 35 كاينه بلاصتها، والسيمه ديال 45 كاينه بلاصتها. غادي نفسر لكم علاش بعدا تسمات 45 45 وعلاش تسمات 35. دابا هما تيشدوا واحد لا كونتيتي معينه وتيديروها في واحد القالب، هادشي في المختبر ديال هاد السيمه وديال هاد السيمه. الا شدينا مثلا ديال 35 وكادينا لنا واحد القلب، واحد القلب اللي هو سيلندريك، ودرنا على واحد الضغط، امتى كتهرس؟ على حسب العدد فاش تهرس. مثلا غادي نعطيكم بالنسبه للسيمه ديال 35، انا حاولت ما امكن ان نترسي لكم هاد الامور هادي باش ما نديرش. دابا تنجيو مثلا هاد السيلندر هذا تنخليوه بعدا ينشف 28 يوم. 28 يوم هي المده القصوى اللي تيولي فيها داك الخليط متجانس، وهذا تيحيلنا على الضاله. الضاله امتى غادي نقولوا بانها نشفات 100%؟ تنشف 100% من بعد 28 يوم. هادي على حسب هذا سميتو 28 جور، عاد ممكن تقول بان راه صافي تهنيت على هذيك الضاله 100%. بالنسبه لهذا تنديروا واحد مثلا من 35 وواحد تنديروه من 45. هذا اللي من 35 تيبقى تنضغطوا عليه تنطلعوا لا سميتو الضغط حتى تنوصلوا ل 35 ميجا باسكال. فاش نوصلوا ل 35 ميجا باسكال تيتهرس هذا وسميتو عليه. وفاش نوصلوا ثاني بالنسبه ل 45، فاش نوصلوا ل 45 ميجا باسكال تيتهرس هذا ديال اللي مخلط بالسيمه ديال 45. هاد ميجا باسكال، هاد 35 هي الدرجه القصوى ديال التحمل ديال الضغط ديال هذيك ديال هاد لو سيلندر هذا. هادشي باش هما دايرين هاد 35، هادي 35 دايرينها المرطوب، ودايرينها لا سميتو حتى البني ماشي مشكل. البني مثلا تبني تخلط بها مثلا بين البريك وتخل، وحتى الفورما ديال الجليد، فهمنا. بالنسبه ل 45 راه دايرينها للداله، ودايرينها للسواري، ودايرينها حتى للسيناجات. سيناجات تفهمنا. فهاد 45 ضروري تخدمها في هادو، و 35 تخدمها في هادو. غادي يجي شي واحد يقول لك لا انا واعر، انا بغيت نخلط 45 باش نخدم بها كلشي. راه بالنسبه ل 45 ممكن تخدمها غير هاد 45 ممكن تخدمها غير في البني فقط، مثلا تخدمها في هادو ثم في البني فقط. اما بالنسبه للفورما ولا ديال المرطوب معاه هي مفورسيه شويه، تقدر تعطيك دوك الشقوق الصغيورين، وهذوك الشقوق الصغيورين بالنسبه لك انت ما بغيتيهمش. انت خاصك بارك عليك 35 وخدم بها المرطوب وخدم بها الفورما ديال الزليج، ولو بغيتي تقتصد شويه خدمها حتى في البني ماشي مشكل. هذا بالنسبه باش نكونوا مفاهمين على حسب الامور، راه كل حاجه خارجه لبلاصتها. دابا هضرنا على الدروج ياك، درنا بهم. دابا غادي نهضروا على الضاله. دابا غادي حيلنا على الضاله غادي نحاولوا نتكلموا على خاصك تمشي على حسب سميتو عليه الارشيتيكت اشنو عاطيك. راه دوك الضالات غادي يجي شي واحد غادي يقول لي راه لقيت جوج ضالات، كاينه وحده مثلا اللي هي تتسمى ديك الضاله الخاويه، وكاينه وحده اخرى واحد الضاله اللي هي تتكون عامره، فهمتيني. وهاد العمره تيكون خارجه بحال هكا وفيها واحد ثلاثه القطبان بحال هكا خارجين منها. هاد ثلاثه القطبان تيخلو هما تيخليهم خارجين باش تعرف كل قطبان شحال، كل بوترين شحال. اللي حسن باش نكون فاهم معكم، انا بالنسبه ليا هذه هي اللي حسن، هي الضاله العمراء. علاش؟ لانهم هما تيخدموها هما بالسيمه ديال 55، ما كتباعش هاد السيمه 55، ما تحاولوش تقلبوا عليها ما كتباعش. هما تيشريوها خصيصا ليهم هما، وتيخدموا بها هما هاد لي بوترين هادو، وتيخدموا هاد الحديد هذا تيخدموه تيديروا مهند. وهاد الحديد هذا تيديروا كاين ثلاثه، كاين اربعه القطبان، كاين خمسه، كاين سته، على حسب الطول ديال 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 سميتها البوترين، على حسب البوترين اللي عندك. مثلا الا عندك 5 متر ولا عندك 6 متر في الطول، الا عندك 4 متر ولا عندك 3 متر، كل وحده انت بالنسبه لك ماشي شغلك في العدد ديال هادو، هما راه ضاربين حسابهم. فاش تقول لهم اعطيني بوترين ديال 3 متر راه تيقول لك مثلا تيعطيه لك
ومحسوب شحال فيه ديال القطبان، و 4 متر محسوب فيه شحال فيه ديال القطبان، 5 متر شحال فيه ديال القطبان، 6 متر. يعني انت غير تعطيه البلان، تعطيك هو الشركه اللي فاش اللي كتبيع هاد لي بوتريل تنقول لهم حنا زوليما لي زاليمون. وبهذا غادي نكونوا سالينا بلي بوتريل حنا تنقول لهم لي زاليمون. ثم تنجيو انا غادي نحاولوا نهضروا على الوردي. الوردي حتى هو بالنسبه تيكون في خارج لواء خارج من واحد الحرف، و تيكون حتى هو مصاوب خصيصا باش يصبر الضغط، واش فهمنا؟ هاد الوردي حتى هو كاين فيه، حنا بالنسبه غادي نهضروا حنايا على حساب البني العادي، لان كاين البني اللي هو مثلا اللي هو بوحدو كنلقاو الوردي ديال 20 والوردي ديال، حنا تنهضروا على الديور. الديور كاين الوردي ديال 12 وكاين الوردي ديال 16، هادشي اللي كاين الديور. بالنسبه للديور، لان جيت مثلا ندخل معكم في دوك لي ديتاي ديال شحال ديال لي بوتخي شحال ديال الوردي وداكشي غادي يضر لكم راسكم. اللهم حنا نهضروا على الديور، هما الناس اللي متابعيننا على حساب الديور. بالنسبه اما بالنسبه لدوك لي غرو مارشي راه تياخذوا لي سوسيتي ما تحتاج، هو كاع يعرف هادشي ما عنده سوق، هو كاين الفلوس ياخذ اون غروند سوسيتي تيدير معاها سميتو العقود وداكشي الكونطرا وتيقادو لي الامور كما خصو يدار، هو ما يحتاجش يعرف، هو خصو يعرف حوايج اخرين منين يجيب الفلوس. دابا بالنسبه لينا حنا هاد سميتو الوردي، حنا كاين ديال 12 وكاين ديال 16. ديال 12 على حسب الطول كيف شحال عندك، وديال 16 شحال عندك. انا بالنسبه لي كنخدم ديما ب 16، لا واخا قليل واخا كثير واخا عندي، علاش كنخدم ب 16؟ لان هاد 16 يكون عنده ديك الثقبه ديالو كبيره، فيها تقريبا كنقدروا نعتبروها ب 16 على 16، ماشي بحال هذه فيها 12 على 12. هاد 16 على 16 تتحبس الصداع، تتحبس الدردي اكثر من هذه ديال 12 على 12. المهم حنا غادي هادشي، هادي علاش نحس، وليني راه حتى هذه 12 على 12 راه مزيانه بالنسبه لما مثلا عندك 3 متر مثلا في الطول، راه ديري ديال 12، علاش بغيتي دير ديال 16؟ غير هو بالنسبه لي انا بالدار درت كلشي 16 باش ما نديرش الوردي، قلت ليه ديال 16 صيفط ليه كلشي ديال 16. ولي بوتريل بلا طبيعه الحال هذوك ما عندك فيهم مشكل، هذوك راه غادي يصيفط لك هو سميتو لهاد لي زيليمون اللي على حساب الطول اللي عندك فاسميتو عليه. هادشي دابا هضرنا على الوردي، هضرنا على سميتو عليه الزليمة. الكايس راه كيف قلت لكم، راه الكايس راه حاجه وحده، غير خصو يكون مخلط رقيق وغليظ، فهمتيني؟ يكون داك الكاليبر كبير وكاليبر داير وكاليبر موين يكون مخلط، والرمله تكون مغسوله، فهمتيني؟ واحد القضية أخرى اللي خاصني نزيدها لكم كنت غادي ننساها، اللي هي مهمة بزاف، هي الشبكة. الشبكة خصك ضروري دير الشبكة فوق الدالة، شحال من واحد راه تيقول لك لا بلاش ما تحتاجش، راه الشبكة مهمة في الدالة باش تكونوا فاهمين. الشبكة مهمة، تدير هاد لي زيليمون، تدير الوردي ديالك تتحط فوقو هادي، تتعقدها بدوك سميتو عليه، تدير لها ديزاطاج بحال هكا بالسلك بحال هكا، تديرها تتعقدها مع هاد اللعيبات اللي بغيتي دير، وصافي. ومن بعد تتخوي هداك الشيء ديالك، تتخوي الامور ديالك وتتخويهم مزيان. من الاحسن تكون لا بيتونيير هي اللي كتخلط لك، لان الا كانت البيتونيير على حساب المعلم، وديروها مع المعلم، وجميع المعلمين اللي يخدموا لكم ضروري دير بيتونيير. بالنسبه للتخلاط وهداك الشيء، من الاحسن تكون بيتونيير وطلع داك الشيء الفوق التخلاط، يلاه يقدر يكون السواري وهداك الشيء، لان ما كاينش كيفاش دير. وليني بالنسبه وضروري من الفيبرور، فهمتيني؟ الفيبرور راه ضروري، الفيبرور تيدي دز تيخلط، تيخلط في وسط تتخشي بحال هكا دز بحال هكا، تيبدا تيخلط تيفيبري ديك سميتو باش يتجانس هذاك الشيء. وكيف قلت لكم قبيل، الضاله راه ضروري ما خصكم تخليو ليها الكال. الكال عندكم هو ماشي مشكل الا جا غد ليه بدا تيبني في داك الطبله اللي في الحيوط اللي دايرين، ولكن احسن حاجه هي هو خصكم ضروري تخليو الكال، الكال مزيان اللي كاين في الجناب هذا، تيكون ليه تيكونوا بحال هكا، ثم تيكونوا هذوك اللي كاينين هكا وفيهم بحال هكا، وتيكونوا هكا وتيكونوا بحال هكا، واش فهمتيني؟ تخليو الكال كدوز واحد 3 ايام ولا 4 ايام، وتبدا تنقص بشويه بشويه، تنقص مثلا هادو تنقص منهم وحده، تنقص من هذه وحده، تنقص من هذه وحده، تبدا تنقص نقص نقص، حتى تدوز ديك 15 جور، وكتخلي ضروري ما كتخلي واخا دوز حتى تا 20 جور، تخلي وحده على الاقل واحد اللعيبه بحال هكا ديك مادريه، ويكون فيها واحد الهزه من الوسط، واحد تيبقى راه بعض المرات تيبقى. المهم باش تعرفوا بان امتى الضاله كتموت، كنتسماو الضاله ماتت 28 جور، تنقولوا ديك الساعه الضاله راه صافي ماتت، ولات متجانسه. هذا هو باش دير، راه 28 يوم، وهذا الشيء في الظروف العاديه، يعني راه تقدر هذه تقدر تزاد في حاله ما كان الجو بارد. وبهذا غادي نكونوا سالينا، عطيتكم كاع المعلومات على الضاله، نتمنى على انني ما نكون نسيت والو. اشنو نسيت؟ ما نسيت والو. الرشان، الرشان فاش نساليو الضاله لو لوندومان خاصك ترش.
رشان بالتيو، فهمتيني؟ ترش بالتيو، ترشها في الصباح وترشها في العشية، تعاود ترشها في الصباح وترشها في العشية، خاصة إلا كان سخون الحال، تفهمنا؟ خاصة إلا كان سخون الحال ضروري ما خصك ترش الدارة ديالك، هادي هي الحاجة اللي كنت غادي ننساها. وبهذا راه عطيتكم تقريبا المعلومات، حاولت نحيط بكل شيء. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.